مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من التغطيه اللي عم نقدمها في الاردن عمان. معنا اليوم فؤاد جريس. اهلا وسهلا فيك فؤاد. انت عندك برنامج على رؤيا تي في اسمه تك تك. مزبوط. وايضا احد مؤسسين ثلاثاء عمان التقنيه عمان تي تي. شو اشي ثالث بتعمله؟ انا بعرف انه انت كمان موجود. الحمد لله. لا الحمد لله بالكوميديا الاردنيه حتى شاركت مع بث بياخة وقت ما بث بياخة طلعوا الويب سيريز تاعهم. بالاضافه يعني انا خليني اقول ناشط يمكن في مجال التكنولوجيا هون بالعالم العربي، وكمان اشتغلت في المجال بامريكا، يعني العلاقه احد الشركاء في شركه ديونجي دوت كوم، وكمان اللي علاقه في الاويسس 500 اللي هي اكبر وانجح حاضنه اعمال للشركات التقنيه في الاردن. طيب نحكي عن ثلاثاء عمان التقني. عمان تك تيوزديز. كيف بدأت فكرته؟ فكرة عمان تك تيوزديز بلشت في شهر 5 2010. الفكرة يعني أنا كنت عايش زي ما قلت لك برا الأردن أو برا العالم العربي، كنت في بوسطن. مدينة بوسطن بطبيعتها في يعني جامعات معروفة MIT هارفارد إلى آخره، وفيها سين خلينا نقول للرياديين جدا واضح وفعال. فاللي لما كنت عايش هناك كنت ريادي، كان عندي مشروع خاص هناك، وكل يوم كنت ألتقي بناس في إيفنت صغيرة كانت تصير لنشارك مع بعض آرائنا أفكارنا نتعلم من بعض إلى آخره. فكان في جو، كان في زي ما بيقولوا إيكو سيستم أو بيئة لكل الرياديين في قطاع التكنولوجيا. لما رجعت للعالم العربي لقيته هي شغلة منيحة طبعا، في مشاريع جدا عظيمة يعني بالمجال الريادي خاصة في مجال التكنولوجيا، والأردن أظن عم تكون يعني أكيد هي أحد المراكز للتقنيين في العالم العربي. اللي ما لقيته للأسف هو أنه خلينا نقول إيفنت أو حدث بيصير بشكل منتظم بجمع كل التقنيين المهندسين الناس في مجال البزنس في العالم التكنولوجي خلينا نقول مع بعض ليشاركوا مع بعض آرائهم وأفكارهم ويقدروا يحكوا عن مشاريعهم لبعض. فالناس مثلا اللي كانوا في السوشيال ميديا كانوا بيعرفوا بعض كثير منيح، الناس اللي كانوا في الجيمينج مثلا كانوا يعرفوا بعض كثير منيح، في الكلاود كومبيوتينج وما شابه، بس ما كان فيها خلينا نقول الكوميونيكيشن بين الجروبس هاي. فخلقنا عمان تي تي خلينا نقول فكره يعني كانت بسيطه جدا انه نجمع كل هالناس مع بعض بسهوله على السوشيال ميديا شانلز اللي انا كان لي علاقه فيها، فيسبوك وتويتر، طلعت دعوه لاي حدا حاب يشارك في هذا المشروع. كان في كثير من الناس يعني حابين يقدموا شوي من وقتهم او يتبرعوا بوقتهم لانهم يعملوا هذا الايفنت. وصار الايفنت في شهر 5 من 2010 وجمع اكثر من تفاجئنا اكثر من 400 شخص، حتى القاعة اللي نقيناها وقتها كانت بسيطة. وهي الايفنت بيصير يعني شوية توكس، بيقولوا واحد بيكون عنده فكرة بيطرحها على الناس، بصير في questions and answers ونتوركينج سيشن. فعلا عمان تي تي هو يمكن بس نحكي بشكل مختصر انه هو اجتماع كل شهر أول ثلاثة من كل شهر طبعا زي ما بيقولوا عمان تك تيوزديز، وبتركزوا عن التقنيات دائما بشكل عام. بشكل عام يعني عمركم عملتوا اشياء غير ما لها علاقة بالتكنولوجيا؟ يعني شوفي التكنولوجيا بشكل عام عم بدخل في كل المجالات اليوم، حتى في الميديا، فيمكن البرنامج هذا عم بيطلع على الانترنت وعم الناس عم تحضره خلال يوتيوب او مواقع تانية، ففي تكنولوجي سايد لكل المجالات عم بتصير. فاحنا مثلا قبل فتره حكينا عن الويب ميديا، سو الناس اللي زي بث بياخة واللي عم بيعملوا الويب سودز هذول جبناهم وعم نتعلم مع بعض كيف هم عم بيستعملوا الانترنت كوسيله لانهم السوشيال ميديا لحتى يتواصلوا مع الناس غير هيك كان في موضوع عن الترانسبورتيشن، فحكينا عن التكنولوجي ان ترانسبورتيشن في العالم العربي وفي الاردن بشكل خاص، فبنتوسع على كثير مواضيع. انتم كمان في ايفنت من الايفنتات استضفتوا فيها الامير حسن. الامير حسن عن ايش كانت هاي الايفنت؟ سمو الامير حسن يعني واحد من الشخصيات خلينا نقول الرياديه طبعا في الاردن بشكل عام، واحد الاشخاص اللي انا بعتبره كان عنده رؤيه عظيمه. هو مفكر عربي اكيد طبعا، بنوجه له تحيه طبعا. وحبينا نستضيفه لانه هو يعني زرع خلينا نقول بذره الساينس وتكنولوجي اندستريز الموجوده في الاردن اللي احنا اليوم عم نستفيد منها وعم ننميها مع بعض. ف
سمو الأمير حسن حابين نستضيفه لنقدر يعني نعرف طبعا شو كانت رؤيته وكيف هو في بداية السبعينات لما كل العالم العربي كان اتجاهه نحو اشياء ثانيه، كان عم بفكر عن كان عنده رؤيه يعني طويله المدى، وكان عم بفكر انه ياسس شيء لنقدر نستفيد منه اليوم في مجال البحث وفي العلوم والتكنولوجيا. طيب شو مشاريعكم لعمان تي تي في المستقبل؟ احنا طبعا هلا صرنا الحمد لله ما فشأنا الشهر، يعني صرنا 24، احنا في شهر 2/2/12 صرنا لحد اليوم 24 ايفنت عملنا، بيجيكم فول اتندنس وفول اتندنس. الاتندنس طبعا عم بيزيد، زي ما قلت لك من اول ايفنت كان عندنا 400 شخص في الحضور، وكمان عندنا لانه عندنا ستريمينج كان عندنا عدد مساوي لهذا اونلاين عم بيحضرونا. الايفنتس لحد الان اذا جمعنا كل الناس اللي حضروا عمان تي تي ايفنتس لحد اليوم تقريبا 15 شخص، فيعني هذا نجاح كتير كبير، ومشاركة المعلومة هي فعلا أنا بآمن والفريق طبعا كله بآمن، ومعاي طبعا خليني أذكر أسماءهم باسم العقاد ووزام صفوان من الأشخاص اللي أسسوا معاي هاي المبادرة، لهم تحية أكيد. يعني لحد اليوم مشاركة المعلومة هي أساس عمان تي تي وهي أساس الابتكار خاصة في مجال التكنولوجيا باعتقادنا. فبالمستقبل احنا دائما حابين نطمح لإيفنتس أكبر، وفي شهر 5 عندنا سنوية عمان تي تي اللي بنعملها كل سنة، ونفتح المجال لكل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا انها تيجي وتعرض ما عندها في خلينا نقول اكزيبيشن مفتوح مجاني، فبقدروا يجوا عليه في شهر 5، واكيد راح يسمعوا عنه، بقدروا يروحوا على عمانتيتي.com ليعرفوا اكثر. طيب اخر شيء حاب اسالك عنه، كيف بتجيبوا دعم مالي لهاي الايفنتس؟ اذا انت عم بتصير كل شهر اكيد يعني بتحتاجوا كثير. مزبوط. بتحتاجوا دعم مالي، يعني تغطيه القاعه، تغطيه التجهيزات، مزبوط. السكرين. عمان تي تي هي شركه غير ربحيه، واحد خلينا نقول الاساسات تاعت عمان تي تي انه كل حدا بتطوع بوقته، فما حدا بياخذ قرش لجيبته، كل حدا بتطوع بمعلوماته بخبراته بكل اشياء من متحدثين لحضور لاي حدا يعني. فاحنا لما صار يكبر الايفنت وصار الحضور يزداد اضطرينا انه نتصل مع شركات كنا نعرفها على اساس انهم يدعموا الايفنتس، لانه كان في كوفي بريك مثلا لازم نغطي سعره الى اخره، وبصراحه بكل يعني رحبوا الفكره كثير ومعنا وبدعمونا بشكل عام. اتمنى لك التوفيق فؤاد، بنتمنى نشوف الايفنت دائما ناجحه لقدام. احنا هلا بنعرض شويه فيجوالز عنها من التغطيه، انا حضرتها وكانت حلوه كثير، وبشكركم وقتها يعني حكيتوا عنا. نتمنى لك كل التوفيق، وشكرا ل يعني قبول دعوتنا واجيت اليوم. شكرا، بشرفني. شكرا لك لما، وان شاء الله نشوفك كمان مره بالمستقبل. تسلم. شكرا لكم مشاهدينا، ان شاء الله نشوفكم بحلقه جديده من تغطيه الاردن. مع السلامه.